نجمة السما اللي منورانا النهارده رنا رئيس، كل سنة وانت طيبة، رمضان كريم. وانت طيب، الله أكرم. بدأنا معاكي مغامرتنا النهارده بزفة فرفشك. انت دايما وانت داخلة على مغامرة بتحبي تضيعي وتفصلي، ولا بتخشي على المغامرة دايركت وما يهمكيش؟ لا، بخش على المغامرة دايركت، مش بيهمني. آخر مغامرة عملتيها فين وامتى؟ آخر مغامرة عملتها كانت في لبنان، وكان بالنسبة لي يعني عشان أنا نفسي أعمل سكاي دايفنج قوي، بس قلت يلا أعمل حاجة شبهها، فعملت باراجلايدنج. جلايدنج. إيه اللي بيقوي قلبك على المغامرة؟ إن أنا حابة الحاجة قوي، يعني طالما أنا حابة الحاجة وحاسة إن إحساسي هيبقى حلو بروح وأعملها، وأنا طول عمري نفسي أطير فهبقى طايرة فتمام. المغامرة عندك إنك تكتشفي شيء جديد، ولا تجربي شيء جديد، ولا تغيري القديم؟ المغامرة عندي إن أنا أكتشف وإن أنا أجرب. يعني المغامره بقى في التجربه، يعني هي بتبقى الاول فكره المغامره، بعد كده بتبقى في التجربه المغامره نفسها. اسئلتنا خلصت دلوقتي، وعشان نعرف انت مغامره بنسبه كام في الميه هنروح للفي ار تيست. اوكي، هنعمل في ار تيست ونقيس ثباتك الانفعالي، وبعد كده نقرر نديك التاشيره ولا لا. هاخدها. طب جاهزه؟ الله اعلم. جاهزه؟ مش عارفه، ممكن. جاهزه جدا. يلا. طب يلا بينا على الفي ار تيست. يلا. اوف، قولي لي شايفه ايه عندك يا رنا؟ شايفه صخر وخضار و... اسرع اسرع جوه الدايره، حاسبي الصخر. دي احساس ان هي بسرعه جوه الدايره. استنى. رنا، بعد الفي ار تيست انت بقيتي مغامر يجي منه بنسبه 70%. يلا الحمد لله. قبل ما نطلع ونروح على الطياره هطلب منك طلب بسيط جدا، تسجلي فويس نوت وتوصفي لنا فيه احساسك او اي حاجه عايزه تبلغيها لاي حد، ومش هنسمع الفويس نوت دي الا لما تنزلي من الطياره. جاهزه؟ جاهزه. يلا سجل فويس نوت. مش عارفه بس حاسه ان انا مستعده. مستعده قوي. اخبار الادرينالين ايه؟ عالي قوي. عالي او عالي بصراحه. طب قولي لي مين حابه يشارك معاكي المغامره زي النهارده؟ اكيد مامي واختي. طب يلا نكلمهم فيديو كول. يلا نكلمهم فيديو كول. هاي حبايبي. يا جماعه انا على بعد دقايق دلوقتي من الطياره، كان نفسي تشاركوني والله يا جماعه اللحظه دي. يعني انا مستنيك وقلبنا معاكي. ادعوا لي ادعوا لي يا جماعه، انا مش خايفه خالص 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 خالص، ومبسوطه قوي. يلا يا حبيبتي ان شاء الله. اي لاف يو. لا اله الا الله. كل حاجة. طب بحب الشعبي وبحب الهيب هوب وبحب كل حاجة. قبل ما تعملي المغامرة ايه الغنوة اللي جاية على بالك دلوقتي حالا؟ والله وقعت بفكر فيك كتير، بالي عليك مشغول. طب يلا استعدي لمغامرتنا بقى، عشان دلوقتي طايرة هتطير وتشوفي مصر من فوق وأسوان بالتحديد. بلدنا وحلوة يعني، أكيد هستمتع. يلا. Okay, excited!
السلامة. الله يسلمك. شفت ايه من فوق؟ شفت يعني شفت احلى حاجة في الحياة بجد. لا 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 مش فاهمة، انا مبسوطة قوي. شفت يا جماعة مصر بجد. نجوم السماء نجوم السماء. يا جماعة رنا بعد التجربة دي تستاهل فعلاً مغامرة جامدة جداً. قوليلي بقى إحساسك إيه؟ لا إحساسي حاجة عالية قوي، حاجة كده كبيرة قوي مش عارفة أوصفها. إيه شفتي إيه من فوق؟ بصي أنا عارفة اللي هو من كتر ما أنا اللي هو كنت مبسوطة، اللي هو كنت حاسة بجد قد إيه، لا قد إيه أنا عارفة اللي هو فخورة قوي إن أنا مصرية، وفخورة يعني فخورة بنفسي إن أنا دلوقتي في السما، وفخوره ببلدي وفخوره بكل حاجه. انت مش فاهمه، لا احنا البلد الوحيده في العالم اللي عندها اكبر حاجات للطاقه الشمسيه. بجد دي كانت بالنسبه لي حاجه ان انا شايفاها كده من فوق وانا هنط دلوقتي فوقيها، فاهمه؟ ايوه. لا في مجمع بين بانز اللي احنا فيه النهارده اضخم المحطات لتولي الطاقه الشمسيه في مستوى العالم. رايك ايه في مشروع قومي مهم زي ده بينتج كهرباء بتعادل 90% من الكهرباء اللي بينتجها السد العالي؟ زي ما قلت لك انا بجد انا اي فيل سو براود ان ده في بلدي وان ده بيحصل، وقد ايه دي حاجه ان انا بجد اكون فخوره بيها وان انا اكون موجوده دلوقتي في المكان ده. ده بالنسبه لي حاجه عظيمه، اللي هو بجد انا يعني انا مصريه وافتخر لابعد ما ممكن اي حد يتخيل. يعني بجد I'm so proud to be Egyptian، وان انا في نفس الوقت إن إحنا عندنا التطورات دي وعندنا الحاجات دي، إحنا نقدر نعمل حاجات بجد أقوى بكثير. دي حاجة مخلياني مبسوطة انبساط مش طبيعي، وكمان ده موجود في بلد زي أسوان، وأسوان من أحلى الأماكن اللي في الحياة. فده بالنسبة لي حاجة حلوة وحاجة بجد تدعو للفخر حقيقي. يلا نسمع الفويس نوت بقى اللي أنت سجلتيها قبل ما تنطي. أوكي. مش عارفة، بس حاسة إن أنا هبقى خايفة شوية، بس في نفس الوقت مش هبقى خايفة. حاسة ان لا انا ام جوينج ان انا تو انجوي ات، وحاسة ان انا هبقى اقرب لجدي وابويا، فحاسة ان دي حاجة هتبسطني، وحاسة اني هبقى مبسوطة اني بطير. ممكن ابقى خايفة شوية صغيرة قوي يعني، بس هبقى برضه مطمنة عشان حاسة ان بابي وجدو حواليا. This is so true. This is so true. دي كانت أكتر حاجة مطمناني، إن أنا كنت حاسة إن هما حواليا، وحاجة كانت حاسة إن أنا أقرب ليهم وأقرب لكل حاجة، و I'm being myself، وهو أنا نفسي كده، وأنا كده اللي هو هتبسط.